انتوا بتقولوا في الغنى السيوي على المغني الجواله؟ بالامازيغي احنا بنقول عليه اشعار، يعني شعر، يعني اشعار زي نظام مغني كده يعني. بالامازيغي لا، اشعار شعر. هو لازم المغني يبقى شاعر هو اللي بيكتب الكلام اللي بيقوله؟ مش شرط، مش دي شرط. بتيجي على الموهبه بتاعته انه ممكن يكون هو بيالف الاغاني هو بيقولها، لكن احنا عندنا برضو ناس بتالف اغاني واحنا بنقولها يعني. طب انت اللي بتغنيه في منه بتالفه؟ لا، اللي انا غنيته كله واخد من التراث القديم. قول لي مين جمهوركم، يعني مين اللي بيستمتع بشغلكم؟ هم بس اهالي سيوة اللي بيفهموا امازيغي ولا ليكم جمهور؟ لا، اللي بيجي من بره كمان، يعني الزاير السايح اللي جاي الاجنبي المصري بيستمتع بده. يعني انا حبيت الفن السيوي ودخلت فيه وكونت فرقه. انت بدات تغني من عندك كام سنه؟ انا دخلت المجال ده يعني حوالي دلوقتي في حوالي 13 سنه، يعني مش كتير. ايه اللي يعني شدك، ايه اللي جذبك للحته دي؟ الفن ذات نفسه، انا بحب اغني. يعني وانا من صغري تلاقيني قاعد كده في شغلي ممكن ادندن مع نفسي، اغني مع نفسي. طب انا لقيت الناس اللي بتطلع زمان، بتوع زمان يعني من 10 13 سنه، بقيت اطلع معاهم اوصلهم مثلا بالعربيه، اقعد معاهم من بعيد اسمع، فحبيت الموضوع فدخلت فيه. اول حاجه حبي للموضوع ان انا اتعلم الدف، وتعلمت الدف، وبعدين شويه شويه بقيت اندمج معاهم في الغنى، حفظت كلمه في الثانيه، اغنيه في اغنيه، لغايه ما حفظت كميه اغاني. يعني مفيش العازف يا دوبك يطلع الموسيقى وتلاقيني انا على طول يعني بنغني على طول يعني. حافظ كام اغنية امازيغية؟ يعني من حوالي 8-9 اغاني. يعني 8-9 اغاني؟ انت عارف ان في كاتبة البانية جمعت 45 اغنية سنة 32، هل ممكن نلاقي 45 اغنية دلوقتي؟ اللي بيجمع الاغاني دي زمان يعني وقت الحصاد، وقت الحصاد الناس لما بتيجي تحصد، واحد بيكون في النخلة وتاني في النخلة التانية، وهو عمالين بيحصدوا، ده بيقول كوبليه والتاني بيرد عليه بكوبليه يعني. فتجمعت بكده يعني، تجمعت الاغاني بكده يعني. احنا غنينا كم اغنيه بكذا كوبليه يعني، مش كوبليه واحد يعني. قول لي المغني الامازيغي لازم يبقى صوت حلو ولا اداء حلو؟ الاول لازم يكون الصوت طبعا، عشان تغني على السلميه وتغني على المزمار وتغني على مثلا مزمار السول، يعني لازم تكون طبقات الصوت. مش غنى وخلاص، عشان انت ممكن تتعب العازف. وانت كمان بتشتغل على طبقات عاليه؟ انا بشتغل معاه، على هو اللي اشتغل بيه انا بشتغل معاه، عشان هو ممكن في الغنى وهو بيعزف ممكن تتعبه ذات نفسه هو. بس الجمهور او باقي الفرقه بيرددوا معاك، يعني ده جزء اساسي من الغنى. في اغاني منفرده ان انا اغني هم يردوا، وفي لا، في اغاني هي لازم كلنا مع بعض. المحبوب اللي غايب عليا، اللي غايب عليا.